اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اون ديماند، البرنامج اللي نتكلم فيه عن جديد السينما والتلفزيون في مختلف المنصات كما عودناكم، ونحاول تغطيه الاحداث لنبقيكم مع كل جديد سينمائيا. ما بين افلام صدرت وتقييمنا لها واخرى منتظره وراينا المبدئي عنها، نبدا حلقه اليوم وبالعناوين. راسل كرو يجسد أقصى مراحل غضب الشوارع في فيلم Unhinged. الممثل ريز أحمد عازف موسيقي يفقد حاسة السمع في فيلم Sound of Metal. الممثلة نيكول كيدمان تعود للتلفزيون من جديد مع HBO. الحب والوحوش هو ما يتجسد في فيلم الممثل ديلان أوبراين القادم. منصة هولو تستعد لتقديم فيلمي رعب في الفترة القصيرة القادمة. أتذكر أنه سبق الحديث لي في الحلقة رقم 4 من برنامج On Demand عن فيلم راسل كرو Unhinged. في ذاك الوقت تكلمنا عن كونه فيلم من الأفلام القادمة، واليوم نعود في الحلقة رقم 19 للحديث عن الفيلم بعد إصداره في دور العرض السينمائية أخيرا. راسل كرو الحقيقة ممثل له أمجاد كبيرة وأعمال لها بصمة في تاريخ صناعة الأفلام بشكل عام. تتكلم عن بطل أفلام مثل Gladiator, Beautiful Mind وسندريلا مان وغيرها الكثير، وكلها أفلام وضعت اسم هذا الممثل على رأس الهرم اليوم. لكن في الفترة الماضية الممثل قد لا يبدو أنه في أفضل حالاته أبدا، وهذا الشيء أتكلم عنه من ناحية جسدية وكذلك من ناحية آلية اختياره للأفلام اللي يظهر فيها. فيلم Unhinged أو الغير مقيد هو فيلمنا لهذا اليوم وأول مواضيعنا للحديث عنه. You know what a courtesy tap is, young man? Sounds like this. It's light. It's friendly. Sure, that's what your mom meant to do. No, it's not. Mom! قصة هذا الفيلم تتحدث عن امرأة حياتها فوضوية، تمر بمرحلة سيئة جدا من حيث عملها وطلاقها وكذلك مع تربية طفلها. هذه المرأة تستيقظ متأخرة في يوم من الأيام وتسرع للعمل مستعجلة. تصادف في طريقها رجل بطيء في سيارته فتتفاعل مع الموضوع بضرب البوري بشكل قوي نوعا ما. لكن أعتقد هذا الشيء يحصل لدى أغلبنا. لكن من هنا تبدأ كارثة هذه المرأة، ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم الفعلية. في السيارة الأخرى الرجل المجنون، وهذا الرجل المجنون يقوم بدوره راسل كرو، ويبدأ حينها بتحويل حياة هذه المرأة لجحيم حقيقي. راسل كرو يحاول جاهدا أن يوضح لهذه المرأة كيف يمكن أن تحظى فعليا بيوم سيء بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. Unhinged ما بين الإيجابيات والسلبيات بالنسبة لي أقول فيه التالي: في البداية مستوى الإثارة كان فيه جيد نسبيا من حيث المطاردات بين السيارات وكذلك مشاهد التصادم. الفيلم بشكل عام من حيث الإثارة كان جيد نوعا ما. كذلك الفيلم من حيث كتابة مجريات القصة أعتقد أنه في بعض اللقطات اللي قد تسبب نوعا ما نوبة هلع أو اكتشاف بالنسبة للمشاهدين في بعض أطراف الفيلم، وخاصة مشهد الآيباد وتعقب السيارة. وطبعا أتكلم هنا عن مشهد غامض بالنسبة للمشاهد اللي لم يتابع الفيلم، ولكن متابعي الفيلم يعرفون ما أتحدث عنه ونقطة القوة بالتحديد. كان هذا المشهد من أجمل المشاهد الخاصة في هذا الفيلم. أما من حيث سلبيات الفيلم، واللي أقدر أقول بأنها تطغى على الإيجابيات بشكل كبير، نقول ما هو آتي: رقم واحد، الفيلم غير واقعي تماما من حيث التصرفات اللي تحدث بالشوارع وطريقة التفاعل معها، بمعنى أن المجرم يستطيع أن يقتل أمام الجميع وبدون حتى أن يوقف أحد أو أضعف الإيمان يطارد أحد. كمية المشاهد المستفزة في هذا الفيلم جعلتني أعتقد بأن البلد بالكامل غير قادر على إيقاف قاتل مثل راسل كرو في هذا الفيلم. Annie?
I'm sitting here. I'm waiting for you. Whose phone is this? I'm right across from your friend. رقم 2، الفيلم غير واقعي كذلك من حيث التصرفات للطفل الصغير واللي يواجه نوعا ما رجل مجنون بشكل جدا كبير، ومع ذلك يظهر عليه ملامح رعب بسيطة جدا، وهذا فشل من حيث الأداء لهذا الطفل اللي أعتقد كان بيضيف الشيء الكثير لو أدى دوره بشكل رائع، وكانت له مجريات أكثر تورطا نوعا ما في مجريات القصة. Hey, listen to me. He's not a friend, okay? He's a psycho who came after me today. This is where your first lesson begins. Give me my phone. Put him back on this goddamn phone! النقطة رقم 3، القصة ومجرياتها بالإضافة إلى طريقة نهايتها كانت سيئة جدا. الفيلم يطرح صراع ما بين اثنين وكأنهم موجودين في غابة وليسوا في مدينة يملأها القانون وتملأها الشرطة. أخيرا، تمثيل راسل كرو في هذا الفيلم لم يرتقي أبدا لأمجاد ذاك الممثل القديم اللي على رأس الهرم كما قلت سابقا. هذا الممثل بالنسبة لي يستحق أكثر، وصحيح أنه أعطى دور المجرم العادي في هذا الفيلم، ولكن لم يتطلب أي حس إبداعي حقيقة من حيث الأداء التمثيلي نهائيا. What do you want? I need you to learn what a bad day really is. I need you to learn how to say sorry. And you're gonna learn. Through violence and retribution. بالنهاية تقييمي لفيلم Unhinged هو 5/10، وأتمنى أن يعود الممثل لأنه عود الجماهير على ما هو أفضل من ذلك بكثير من حيث الاختيارات وكذلك الأداء التمثيلي. الفيلم ما يزال يطرح حاليا في دور العرض السينمائية في السعودية، ولا أعتقد بأنه سيطرح قريبا في منصات العرض الرقمية، فبالتالي الطريقة الوحيدة لمتابعة هذا الفيلم حاليا هي بشراء تذاكر والذهاب إلى السينما. Sounds like you're waking up. I'm wide awake. You better bring your A game. You're gonna need it. فيلمنا الثاني في حلقة اليوم قد يكون واحد من أكثر الأفلام ترقباً لمحبي الدراما والأفلام المنافسة في الجوائز والترشيحات سواء كانت أوسكار أو غيرها. أصدرت أمازون ستوديوز العرض الدعائي الأول الخاص بفيلم صوت البعدن أو Sound of Metal. الفيلم اللي يقوم على بطولته الممثل ريز أحمد، الفيلم كذلك اللي يتكلم عن عازف طبول لفرقة روك صاخبة يبدأ بفقدان سمعه بشكل تدريجي ولكن بشكل سريع. Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou. يبدأ حينها الممثل بمحاولة التأقلم مع متغيرات حياته بدون حاسة السمع اللي يفقدها، بالإضافة إلى دخوله لمجتمع خاص للصم لكي يتوافق مع حالته ويتعامل مع الأمر بشكل أفضل. Let's play them all. Let's see what it's like. Okay, I'm gonna be like a click track. You can play to me. من هنا تبدأ قصة هذا الرجل بفيلم درامي قوي جدا عن رجل موسيقي صاحب موسيقى صاخبة وتعودت أذنه على الصوت العالي إلى الصمت الأبدي. You understand me? I can't. I'm dead. I'm dead. الممثل البريطاني الحقيقة يعطي انطباع رائع جدا في مشاهدة العرض الدعائي الأول كنظرة أولى على الأداء التمثيلي من حيث جودته، ولكن بالإضافة إلى ذلك أني سبق وتابعت أعمال أخرى لهذا الممثل تجعلني متفائل بشكل كبير بأدائه لهذا الدور بشكل عام. على سبيل المثال وليس الحصر، تابعت لهذا الرجل مسلسل The Night Of واللي كان واحد من أجمل المسلسلات القصيرة اللي قدمتها قناة HBO في سنة 2016، وأعتقد أني بستغل هذا الحديث الآن للحديث عن توصية لهذا المسلسل اللي يستحق المتابعة في حال لم تكونوا متابعين له بعد. I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. We're looking for a solution to this. Not this. كذلك من الأمور المحفزة الحقيقة في هذا الفيلم وانتظاره هو تقييم النقاد اللي حصلت لهم فرصة بمتابعته. تقييم النقاد حتى الآن هو 96%، وهذا الأمر يعتبر مبشر بشكل كبير جدا بالنسبة لي. Trying to save my life. Ruben, the world does keep moving. It can be a damn cruel place. But those moments of stillness. بالنهاية أقدر أقول بأن هذا العمل مقدم لمحبي الدراما القوية واللي قد يسميها البعض كئيبة الأجواء نوعا ما،
لذلك فهو بكل تأكيد ولو كان قوي إلا أنه لن يكون لمحبي غير هذا التصنيف تحديدا من الأفلام. Crappy mundane world suddenly becomes radiant and magnificent. All the fear is gone. الممثلة العريقة نيكول كيدمان هي واحدة من الممثلات أصحاب السجل الحافل من ناحية أفلام وكذلك مسلسلات. فازت هذه الممثلة بالعديد من الجوائز بما في ذلك جائزة الأوسكار وجائزة الأمي وخمس جوائز للجولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة. بالإضافة إلى أن هذه الممثلة تم اختيارها ليس مرة واحدة بل مرتين في قائمة أفضل الممثلات ليس في هوليوود بل في العالم عام 2006 وكذلك عام 2018. وفي الحديث عن سيرة الأفلام قدمت الممثلة نيكول كيدمان مجموعة من الأفلام القوية مثل The Others و Cold Mountain وغيرها. وفي سيرة المسلسلات قدمت مؤخرا الممثلة دور رائع جدا بمسلسل كان يحمل عنوان Big Little Lies واللي أتى كذلك من قناة HBO. الآن تعود نيكول كيدمان للعمل من جديد مع قناة HBO ولكن بمسلسل آخر مسلسل قصير مسلسل The Undoing. This is what rich, entitled people do when threatened. تدور أحداث هذا المسلسل حول طبيبة نفسية تقيم في نيويورك تبدأ حياتها بالانهيار ليلة نشرها لكتابها الأول. They conceal the ugly truths to protect themselves. The community is in shock tonight over the gruesome discovery of a fourth grade mother found bludgeoned to death. هذا المسلسل يجسد فكرة جرائم الأثرياء وكيفية نجاتهم من العقاب. عمل قد لا يبدو من العرض الدائري الخاص فيه بأنه عمل قوي حاليا ولكني أترقب لهذا العمل لثلاث أسباب شخصيا. السبب الأول هو القناة المنتجة. HBO دائما ما تركز على قوة الأعمال بدلا من كميتها وسمعتها قوية جدا في هذا الشأن. أما السبب الثاني هو كون المسلسل قصير وقدم من هذه القناة. HBO أثبت التاريخ أنها أقوى المسلسلات القصيرة تكون غالبا من هذه القناة وهذا الآن مسلسل قصير ومقدم منهم فبالتالي هذا يعتبر واحد من الأسباب الرئيسية لانتظار الأعمال القصيرة في هذه القناة. If you can handle everything on your own, this is bigger than you. I'll fix this. أما السبب الثالث والأخير هو كون المسلسل من بطولة إحدى أقوى الأدوار النسائية في السينما بالفترة الماضية كاملة. بالتالي أنا أرغب بمشاهدة هذا العمل وما سيكون عليه بالنهاية. You speak of ugliness. You have not yet met ugliness. People hire me to create muck. وقت إصدار هذا المسلسل بحلقتها الأولى هو 25 من أكتوبر. You stay away from my family. Crazy people do crazy things. And they think they can get away with it because they're rich. في الفترة الماضية أصدرت شركة بورمنت عرضها الدعائي لفيلمها القادم من بطولة الممثل الشاب ديلين أوبرين. الفيلم اللي يحمل عنوان Love and Monsters أو الحب والوحوش. نشاهد بعض اللقطات من هذا الفيلم ونعود للحديث أكثر. Oh my God. Where have you been, Joel? Amy, I love you. I'm gonna come find you. The day of the monster uprising was the day I lost everyone. على الأغلب أنه تم اختيار هذا الممثل بسبب دوره أو نجاحه في فيلم أو سلسلة أفلام The Maze Runner. السلسلة اللي بعد نجاحها كفيلم أول أصبحت سلسلة أفلام والسلسلة اللي كانت تتكلم عن صراع نجاة شبان وصدر لها ثلاث أجزاء من بطولة الممثل نفسه. هذا الممثل يعتبر جاهز من عدد من النواحي لاختياره لهذا الفيلم. الخبرة السابقة في القصة على سبيل المثال بالإضافة على الخبرة من الناحية الجسدية لأداء الدور. الفيلم صحيح أنه مشابه من ناحية المغامرة لفيلم The Maze Runner ولكنه يقدم هذه المرة بطابع كوميدي عكس فيلم The Maze Runner اللي كان يقدم بطابع جاد. Only a small fraction of humanity survived to move underground. I've been scanning for Amy the entire time. And now I finally found her. Joel! Hey! Joel! Amy, is that you? Oh my God! قصة هذا الفيلم تتكلم عن الأبوكاليبس أو الكارثة. هذه الكارثة تتكلم عن وجود وحوش في عالم الأرض جعلت من البشر مضطرين للعيش كأقليات ومختبئين تحت الأرض بعد سيطرة هذه المخلوقات على الأرض. How far away is Amy's colony? 85 miles.
It's an impossible journey. Everyone will try to kill you. Don't fight. Just run and hide. Okay. تمر السنوات وتحديدا بعد مرور 7 سنوات من الحادثة، وعلى الراديو يستمع الممثل الرئيسي صوت صديقته في المدرسة الثانوية إيمي. يعرف حينها ممثلنا الرئيسي بأن محبوبته تبتعد عنه 80 ميل فقط، وذلك عن طريق الراديو، وبالتالي يقرر أن يخاطر في حياته ويخرج إلى عالم الوحوش ليصل إلى محبوبته. ومن هنا يبدأ الفيلم بتقديم رحلة مغامرة وكوميديا هدفها الحب. Look out! Is that a samurai sword? Yeah, it is. هذا الفيلم لن يكون له عرض بريمير بسبب كورونا، وسيعرض تلقائيا في دور العرض السينمائية حول العالم في تاريخ 16 أكتوبر. We could still take our world back. You're more of a survivor than I thought. آخر مواضيع حلقتنا لهذا اليوم هم فيلمي الرعب القادمة من نفس الشبكة، شبكة هولو، وبذلك قررت أن أجمع الاثنين بموضوع واحد. الفيلم الأول هو Box of Blood. All the dead have stories. There is a place where these horrors are transcribed. I'm not sure where I'm going. I felt like I was being followed. هذا الفيلم يستند في قصته على مجموعة من المختارات المشهورة للمؤلف كليف باركر. We're headed to Ravenmoor. Is it a nice place? No. Here, the dead. They're so much closer than you realize. يهدف هذا الفيلم إلى أخذ المتابعين في رحلة إلى منطقة مجهولة وممنوعة في حكايات ثلاث متشابكة من حيث الزمان والمكان. I wasn't planning on stopping. I just think I'm really tired. Come. You're safe here. لعل من أبرز الأسباب اللي لا تجعلني شخصياً متحمس أو متحفز لمتابعة هذا العمل هو بطولة الممثلة الرئيسية اللي سبق وتابعت لها أعمال ولم تكن ذات أداء جيد من الطابع التمثيلي. هذه الممثلة عملت في The Long Ride واللي نزل في سنة 2015، وكذلك فيلم The First Time واللي نزل في سنة 2012، وأيضا Tomorrowland اللي نزل في سنة 2015 كذلك. كل هذه الأفلام لم تكن جيدة من وجهة نظري الشخصية، وبالتالي قد لا أكون من المتحمسين لهذا العمل اللي ينتظر صدوره في تاريخ 7 أكتوبر. We like to think everyone who stays here is family. من الناحية الأخرى هناك الفيلم الآخر اللي قد تكون عليه الآمال أكبر بكثير نوعا ما من الفيلم الأول، فيلم رن، فيلم رعب آخر مقدم من نفس الشبكة، شبكة هولو. All I care about is giving you everything you need. Everything you need. Everything you need. What's wrong? قصة الفيلم تتحدث عن فتاة مقعدة بكرسي متحرك تبدأ بالشك بأن والدتها التي تحرص على حمايتها بشكل مبالغ فيه تخفي عنها بعض الأمور المرعبة. على خلاف الفيلم الأول، هذا الفيلم لم يصدر له حتى الآن سوى تيزر قصير فقط، ولم يصدر عرض دعائي يوضح تفاصيل القصة بشكل أكبر، ولا حتى الانطباع الأول للأداء التمثيلي. سبب ترقبي لهذا العمل على عكس العمل الأول هو المخرج الخاص بهذا الفيلم، هذا الرجل اللي عمل على فيلم سيرتشينج واللي أصدر في سنة 2018 على منصة نتفليكس، هو نفس الرجل المخرج لهذا الفيلم اليوم. استطاع في ذلك الفيلم إبقاء المشاهد حينها على نسبة جميلة من الإثارة، وبالتالي ننتظر عمله الآخر ونشاهد مدى الجودة المتوقعة منه في هذا العمل الجديد. هذا العمل سيصدر في دور العرض السينمائية في تاريخ 20 نوفمبر المقبل. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كما عودناكم الكثير والكثير من الأعمال التي نرغب بالحديث عنها، ولكن لابد أن نوفر هذا الشيء في الحلقات القادمة. شكرا لكم على المتابعة، ونراكم في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.